سلام بنات الدراري، كيف داري؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. لما البنات غادي نشارك معكم مسمن في الفران بالكريمه الباتيسيري. كيجي البنات بحشكه ديال الملفي، كيجي البنات مقرمشه، كتجي رائع رائع بزاف. كنتمنى تجربوا مع افراد الاسره ديالكم. تبع معايا البنات الفيديو حتى الاخر، ولا تنساو ليا اللايك في هذا الفيديو. بسم الله، اول حاجه غادي نحتاجو 6 ديال الكيسان ديال دقيق الفورص، غادي نضيفو نص ديال المعلقة ديال القشور ديال الحامض، غادي نحتاجو معلقة ديال السنيدة، غادي نحتاجو شوية ديال الملحة. دابا هنا البنات غادي نخلط دابا النواشف، من بعد غادي نضيف الماء يكون دافي. العجينة البنات خاصها متكونش مرخوفة، خاصها تكون شوية قاصحة باش تنجح معاكم العجينة ديال المسمن. من بعد ملي دلكنا العجينه مزيان، غادي ناخذ دابا البلاستيك، غادي نضيفوا ليه شويه ديال الزيت النباتيه. صافي غادي ندير فيها العجينه ديال المسمن، غادي نخليوها ترتاح لينا واحد المده ديال نصف ساعه ونطلقها ان شاء الله. هنا البنات غادي نوجد معكم الكريمه الباتيسري، غادي نحتاج نصف لتر ديال الحليب. من بعد غادي نضيف جوج ديال المعالق ديال العصير ديال الحامض. من بعد غادي نضيف 3 ديال المعالق ديال الكريم باتيسري. غادي نضيف 2 ديال المعالق ديال السكر سنيدة. هنا البنات غادي نخلط دابا العناصر وغادي نديرهم فوق البوطة، غادي نستمر في التحريك حتى يعقد ليا الخليط ونطلقاه ان شاء الله. هنا البنات من بعد ملي عقد ليا الخليط ديال الكريمة، هنا البنات غادي نضيف ليه واحد معلقة ديال الزبدة. من بعد ملي ضفنا ليه المعلقة ديال الزبدة، غادي نديرها دابا في هاد الإناء، غادي نفرغ الكريمة ديالتي في هاد الإناء. صافي البنات غادي نغطيها بلاستيك غذائي وغادي نديرها في التلاجة. هنايا البنات من بعد ملي ارتحت ليها العجينة ديالتي ديال المسمن، صافي البنات غادي نحيدها في داك البلاستيك وغادي نكور الكويرات ديال المسمن، غادي نخرج منها 6 ديال الكواري. هنا البنات من بعد ملي خرجت منهم 6 ديال الكواري، غادي نغطيهم بلاستيكه، غادي نخليهم يرتاحوا ونطلقاو ان شاء الله. هنا البنات من بعد ملي ارتاحوا لي الكواري ديال المسمن، غادي ناخذ الكويره الاولى، غادي ندهن فوق سطح العمل بشويه ديال الزيت النباتيه. صافي البنات غادي نسرح دابا الكره الاولى. هنا البنات الكره الاولى من بعد ملي سرحناها، هنا البنات غادي ناخذ دابا زبده ديال مارغارين. صافي البنات غادي نسرح دابا المسمن ديالي وغادي نطويها الطويان ديال المسمن العادي. البنات خديت دابا الكره الثانيه، من بعد غادي نسرحها بشويه ديال الزيت النباتيه، ومن بعد غادي ندير ليها زبده مذوبه، وغادي ندير كونه كويره غادي ندخلها وحده في وحده باش تخرجوا جوج ديال المربعات ديال المسمن. هنايا البنات كنا جوج ديال الكويرات ديال المسمن غادي ندخلها في وحده، غادي ندخل وحده في وحده، يعني في المجموع غادي يبقاو عندي غير جوج ديال المسمنات يكونوا كبار. وكنا توريقي غادي ندهنها بشويه ديال الزبده باش تجي لكم مورقه. هنايا البنات غادي نستمر دابا في المسمن ديالي ونطلقها ان شاء الله. هنايا البنات المسمنه الاولى غادي ناخذ شويه ديال النشا، المسمنه الاولى غادي ندير شويه ديال النشا وغادي نسرحها بالمدلك، وخاصها ما تكونش رقيقة وما تكونش غليظة باش تجي لكم مورقة من الداخل. هنا البنات خديت طلاطه درت ليه بابي كويسون، من بعد ملي سرحت المسمنه الاولى وغادي نسرح المسمنه الثانيه
حتى هي غادي ندير ليها شويه ديال النشا وغادي ندلكها بمدلك. ني البنات خديت الكريمه في الثلاجه من بعد ملي بردت لينا تماما، صافي ني البنات غادي نوزع دابا الكريمه ديالتي في الواجهه ديال المسمن. ني البنات في هذه المرحله الا حطينا الكريمه خاصنا ما نوصلوهاش للجوانب، باش الا مشينا حطينا المسمنه الثانيه خاصنا الكريمه ما تخرج لينا في الجوانب. ني البنات من بعد ملي حطيت المسمنه الثانيه صافي ني البنات غادي نقطعها بالقطاعه ديال البيتزا، وغادي نقاد ليها الجوانب ديالها باش الكريمه ما تخرج لينا في الجوانب. ولا البنات غادي ناخذ الزبده المذوبه اللي بقات لينا غادي ندهن بها الواجهه ديال المسمن. ني البنات خدينا الجراره ديال البيتزا اولا الموس غادي نديرو ليها على شكل مربعات على التزيين. وني البنات راه الفران راه ديجا شعلت لي، وهنا البنات غادي ندخل دابا لاطه ديالتنا الفران، غادي نخليو لاطه ديالتي واحد المده ديال 10 دقائق تنشوفو المسمن ديالتنا تشمعات لينا واحد شويه. ومن بعد غادي نقصو درجه الحراره من الفوق ومن التحت، صافي غادي نقابلوها تتحمر لينا ونتلقاو ان شاء الله في الشكل النهائي. وني البنات من بعد ملي خرجتنا المسمن ديالتنا من الفران كتجي البنات محمره وكتجي مقرمشه كتجي رائعه رائعه بزاف. وهنا البنات راه باقي سخونه، ني البنات غادي ندهنها بشويه ديال الناباج اولا المربى ديال المشمس السائله، وغادي نزينوها اي اللي متوفر عندكم زينوا بها، اما كاوكاو مرمش اما افري ديال اللوز اما افري ديال الكاوكاو اللي متوفر عندكم. صافي ني البنات غادي ندير ليها واحد الخطوط ديال لاصوص ديال الكراميل ونتلقاو البنات الشكل النهائي ان شاء الله. ايوا البنات هذا هو الشكل النهائي ديال المسمن بكريمه باتيسري، كتجي البنات على شكل ملفي، كتجي البنات الورقه على ورقه، كتجي فنه. كنتمنى تشربوا مع افضل الاصدقاء ديالكم. كنشكركم سوا البنات سوا الدراري كاين في قناتي، كنشكركم على الكومونتيرات وعلى اللايكات فين كتخرب ليا، كنشكركم بزاف بزاف ان شاء الله. حتى الفيديو اخر تليو فريوسكم، يلا بالسلامه عليكم.